هل تعلمون ما هذه أصدقاء؟ هذه دائما في المغرب نعملها في رمضان، عندما يقترب شهر رمضان نعمل هذه، اللي يعرفها يكتبها في الكومنتات لكي أشوف هل المتابعين يعرفوا الأكل المغربية أم لا. المهم أحبابي، اليوم إن شاء الله سوف أتكلم عن معجزة عمرانية. هذه المعجزة العمرانية تقع في اليمن السعيد. المهم أحبابي، بدون أن أطيل عليكم، اليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن سد مأرب باليمن، من أكبر السدود العربية، ليس من أكبر بل هو أكبر السدود العربية وأقدم السدود العربية. يلا أحبابي نبدأ على بركة الله. إذن عائلتي، سد مأرب هو سد مائي قديم يعود تاريخه إلى بدايات الألفية الأولى قبل الميلاد، ويعتبر أحبابي سد مأرب أحد أقدم السدود في العالم. نعم أقولها وأسطر عليها، أقدم السدود في العالم يا أحباب، حيث كان يروي أكثر من 24,000 آكر. إذن أحبابي، بين قوسين الآكر هي وحدة تستخدم لقياس مساحة الأراضي الزراعية، ويقال لها باللغة العربية الفدان. أوكي، 24,000 آكر تعطينا 98,000 كيلومتر مربع. يلا نكمل في الموضوع أحبابي. وهذا السد أحبابي بني من حجارة اقتطعت من صخور الجبال، حيث نحتت بدقة ووضعت فوق بعضها البعض. وبعدها أحبابي استخدم الجبس لربط الحجارة المنحوتة ببعضها البعض. وأيضا يا أصدقائي، استخدموا قضبان أسطوانية من النحاس والرصاص، يبلغ طول الواحدة منها 16 مترا وقطرها حوالي 4 سنتيمترات، توضع في ثقوب الحجارة فتصبح كالمسمار، فيتم دمجها بصخرة مطابقة لها، وكذلك ليتمكن من الثبات أمام خطر الزلازل والسيول العنيف. وحسب التنقيبات الأثرية أحبابي، يقال على أن السد تعرض ل4 انهيارات، آخرها كانت عام 575 ميلادية، وكان يدعى سد مأرب في العصور القديمة بسد سبأ، وهو ذو بنية تحتية دقيقة حيث يبلغ طوله 550 متر. فالسد أحبابي يتحكم في تدفق الماء باحتوائه على بوابات، حيث أنه يحفظ المياه بعناية لإمداد المناطق الزراعية بالماء. إذن عائلة سمكة، يجب أن تعرفوا أن هذا السد ذكر في القرآن الكريم في سورة سبأ. قد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور. صدق الله العظيم. إذا أحبابي، أتمنى أن يكون هذا الفيديو نال إعجابكم، وأتمنى أن تكونوا استفدتم من هذا الفيديو إن شاء الله. وكأحبابي ألقاكم في فيديو جديد إن شاء الله. دائما قناة سمكة ستشاهد الفيديوهات الذي ستفيدك. إذا أحبابي، لا تنسوا لايك والاشتراك عندي في القناة وتعليق تحفيزي.
دمتم في أمان الله وحفظه.